عزيز النائب صلاح حسب الله. أخبار وصور وفيديوهات كتيرة يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي يومياً، واحنا في برنامج آخر النهار نرصد لكم أبرز ما جاء فيها، والتي كان من بينها تداول رواد مواقع السوشيال ميديا أغنية عايم في بحر الغدر في نسختها الجديدة باللغة الإنجليزية، والتي تحدث لأول مرة في تاريخ البشرية أن يترجم مهرجان ويلحن بالإنجليزي بنفس المعنى واللحن، والتي تمت بأداء المصري وسام مجدي. أعلن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري عن قبوله تحدي هنا جودة نجمة تنس الطاولة في النادي الأهلي والمتوجة بلقب بطولة الجمهورية، وكانت هنا قد طلبت مواجهة محمد صلاح في مباراة تنس طاولة قائلة: أتمنى مواجهتك في مباراة تنس طاولة يا صلاح ونرى من سيفوز. ليرد صلاح عبر حسابه على تويتر: طب ابعت لك مكة تلعبك الأول ولا العب أنا على طول، بس ماشي قبلت التحدي. نشر الفنان خالد الصاوي فيديو له وهو يغني لكلبه، وذلك عبر صفحته على فيسبوك، وظهر خلال الفيديو وهو يرتدي بدلة ويغني أغنية بلاش اللون ده معانا لكلبه ريكي. أكد محمد شبانة ابن شقيق العندليب الراحل عبد الحليم حافظ بالنيابة عن أسرة عبد الحليم بترحيب العائلة بقيام الفنان مينا مسعود بعمل فيلم عالمي عن العندليب، لافتا إلى أنه شيء يسعدهم ويشرفهم، فالفنان مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين العالمي الشهير قد سبق ووصف العندليب الراحل بالأسطورة، وشارك أحد الفرق البريطانية غناء إحدى أغنياته الشهيرة وهي جان الهوى في كواليس علاء الدين. التقط رئيس السلفادور نجيب أبوكيلا الذي فاز بالرئاسة في وقت سابق من العام الحالي صورة سيلفي قبل خطابه الأول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما أثار انتقادات كبيرة له، وبمجرد اعتلائه المنصة حي الرئيس السلفادوري الحاضرين وزوجته التي تحمل طفلهما بين ذراعيها، ثم طلب لحظة لالتقاط صورة سيلفي. إسراء سعد، آخر النهار.